أسألك على حاجة بقى، بعيدا عن المنافسات والبطولات، على الصعيد الشخصي والإنساني، هل قدراتك وإمكانياتك في عالم الرياضات القتالية نفعتك في أي موقف إنساني اتعرضت له قبل كده؟ مرة ماشية في الشارع واحد لطيف حب يلطف، يعني عدت عليك اللحظة دي؟ مرة واحدة في حياتي وبعد كده ما حصلتش. يا والله هي مرة واحدة حصلت في حياتي. كنت صغيرة، كنت في المدرسة. اوكي. وكنت لسه في عز دي بقى، اللي هو كان عندي في المدرسة مسميني بطلة المدرسة، نضال اشقر دي بطلة المدرسة. أوكي. هو وقع مع حد غلط. لا وقع حد داعي عليه. شكله ما كانش سهل. حد كان داعي عليه يا جماعة. حصل ايه؟ هما ستة يعني. ست ولاد؟ لا. والله العظيم عليك انت. طب قولي لنا بقى. هم كانوا معايا في الفصل، كنا في سته ابتدائي، فكنا كلنا صغيرين، بس انا كنت بقى بتكرم كتير عشان بطولاتي اللي انا بجيبها. اوكي. فكانوا هم مهتمين قوي بالحكايه دي، فاللي هو اتغاظوا بقى، اللي هو يعني ايه اللي كل شويه تقعد تتكرم دي، في ايه؟ امال احنا بنعمل ايه؟ انت ايه يعني ايه تايكوندو؟ ما احنا لو جماعه عليك هنضربك يعني. يعني ما لو في حاجه هضربك على فكره. انت قلت لهم خلاص اوكي يعني تمام. قال لي على فكره انا هستناكي بعد المدرسه. الله. قلت له حبيبي عينيا. غريبه جدا من صبيان لبنات. لا انا كنت ساعتها برضو انا كنت يعني قادره. اوكي. قادره. فاللي هو انا سبتهم والله بجد سبتهم، لان انا فعلا كله بيتخدع في الشكل. اوكي. انت مش تقدري تعملي حاجه، انت منظر بس. فقلت لهم اوكي انا تمام، استنوا بعد المدرسه. تعالوا خدوا فكره. والله فعلا فسبتهم. وفعلا الدنيا انا خلاص خلصنا الحصص بتاعتنا وكنت اخر واحده في الفصل، وانا بقى خلاص قبل ما انزل لقيتهم فعلا واقفين. فلو طيب تمام، رحت قافله باب قافله باب الفصل ومحدش يعرف عننا حاجه فعلا، لحد يعني والله لحد دلوقتي بابايا ومامتي اللي معايا في البرنامج عرفوا الموضوع من مستر عندي في المدرسه، بسبب ان الولاد حكوا. وحكوا ايه بعد ما كبرنا؟ يعني معلش انت قعدت وقفلتي الفصل؟ قفلت الباب وضربتهم. ودورت فيهم الضرب. وضربتهم والله. كل واحد داخل عارف هو عايز يعمل ايه، يعني اللي عايز يمسك مثلا من شعري، اللي عايز يمسك رجلي اللي هو عارف ان انا هضرب بيها. بس حرفيا انا في واحد جرب يمسك رجلي كسرت له مناخيره لان انا طرت بالثانيه. يستاهل والله العظيم. هو خدها يعني جه الناظر لم الاشلاء في نهايه الموقعه اللي حصلت. واللي معرفش في واحد معرفش انا، بس انا اكتر واحد فاكراه اللي عيني كسر مناخيره. انا الرياكشن هو ما توقعهوش، يعني امسك رجليها وهطير برجليها الثانيه دي. والباقيين بقى برضو كملوا بقى كله بقى، لدرجه ان في واحد منهم طلع جري، هو ما كملش الخناقه. والله العظيم. واللي جري ده هو اللي راح حكى بقى، اللي حكى بعد عمر طويل. وعايز اقول من بعد الموضوع ده، من تاني يوم انا قلت بقى ايه اللي هيحصل يا ربي؟ طب هيروح يقولوا للمدير مثلا؟ طب انا ما عملتش حاجه. وفي الاول حتى لو راحوا قالوا معلش يعني انا هم اللي هزقوا نفسهم، انا مالي؟ والله فعلا انا ما عملتش حاجه. ثلاثة كسر واتنين خلع كتف واحد مناخير. انا ما عملتش حاجه. بس فعلا والله. وبعدها والله العظيم بقوا يشوفوني يلفوا وشهم ويمشوا. اكيد. وعلى ما كبرنا بقى يشوفوني كابتن ندى. كل التقدير. كل التقدير. اكني ضابط في المدرسه. بس برافو عليك. انا بحب النماذج دي والله. برافو عليك. انا نفسي ما كنتش عارفه ان انا اقدر اعمل ده، يعني ايه انا اصلا اعمل كده؟ فدي كانت مره واحده في حياتي. عارفه بعد كده بقى كل اللي مثلا صعبوا عليك بقى الناس خلاص. غير كده الناس ممكن روح يا ابني الله يسهل. ايوه ما بردش والله فعلا، مش برد لو بسيبهم. انا بس ممكن ابص بصه والله بصه. وفعلا عايزه حتى اللي اكتر حاجه بتضحكني ان لما بكون ماشيه في الشارع بكون عارفه الضابط الماشي فاللي هو ببقى ماشيه اللي هو مفيش مجال للمعاطفه، ما فيهاش هزار.